السلام عليكم الاخوان، كل شيء بخير لاباس عليكم. هانيين، يعني الموضوع اللي غنهضروا عليه هني اليوم كل شيء تقريبا عارفه، يعني الموضوع على اللاعب الدولي السابق رضا الرياحي. كان سبق لي ديت لعب معايا في فريق الدفاع الحسني الجديدي، كان قائد الفريق. كلكم كتعرفوا الكره سبق لي دوز داك السيد وكنحترمو كاملين، وانا مدابا من واحد من اللاعبين اللي بقى فيه الحال من تاكدت من الخبر ديالو من اللاعبين المقربين ديالو انهم كيقولوا رضا الرياحي انه بصحه جيده. بالعكس ما كينطابق على الفيديو اللي ليح، فيديوهات اللي ليح كيبان لك ان السيد شويه حتى واحد ما فهم علاش، لا انا لا نتوما حد الان والله ما فاهم شي حاجه. انا غير اللي بغيت نوصل لكم وخصوصا في هذا الفيديو هذا للاصدقاء ديالي كاع يبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل للمسؤولين. يعني حشومة نشوف فحال داك اللاعب دوز الكرة كلها دوزها وعطى الرجاء وعطى المنتخب الوطني وعطى الفريق الدفاع الحسني الجديدي وما نوضوش ونبقى نشوف بعينو حتى السيد يوصل لواحد الحاجة اللي صعيبة. والله العظيم يعني كنتأسف ليه بزاف. رضا الرياحي انسان خالق والله يعمرها دار، يعني ما كتشوش منه العيب، وانا ضربتني النفس عليه الصراحة. يعني بقى فيه الحال هنا كتعرفوا ان اللاعب المغربي راه كيسالي الكارير ديالو، راه ما كيبقى يعقل عليه حتى شي واحد. نقول لكم بالدارجه، يعني اللاعب في المغرب كيكون كيلعب كلشي كيدير عليه القبه، غير كيسالي كره ما يديها فيه حتى شي واحد. يعني حنايا كلاعبين كنتمنى هذا الفيديو يوصل لجميع اللعابه اللي في البطوله الوطنيه واللي دوزوا معاه الكره. كاين بزاف الحلول باش السيد يتعالج وباش السيد يرجع للطبيعه ديالو. والله العظيم ما نكذب عليكم، حنا ما عارفينش. انا بعدا انا كنهضر معكم من القلب الخايس، ما عارفش والله ما عارف، ولكن ضربت عليه النفس. كنتمنى من المسؤولين وكنتمنى من رئيس الجامعه السي القجع باش يوقف مع هذا السيد هذا، لانه عطى الكره المغربيه الشيء الكثير. والله العظيم هذا الفيديو بغيتكم تبارطاجيو باش يوصلنا، راه عيب وعار وحشومه نشوف هذا السيد في هذه الحاله هذه قسما بالله. يعني انا يهضروا معايا اصدقاء ديالو، كان معاه عادل صعصع ومنير الضيفي، واحد الفيديو راكم شتي كيلعب معاهم الكره. فهذيك الساعه انا الدري صور ولا حليه، يعني كيقول لي انه هو في واحد الحاله اللي مزيانه. يعني داك الفيديو غير العكس اللي كنشوف انا، يعني كل واحد كيشوف الشوفه ديالو. يعني السيد راه مزيان، وخديت نمره التليفون ديالو انا وكنعيط لرضا الرياحي وما كيجاوبنيش في التليفون، واقيلا ما عرفش النمره. وكتبت ليه ميساج في الواتساب قلت ليه انا الشهري عبد الصمد باش نهضر معاه وباش نسولو على الحاله ديالو. الا جيت انايا كلاعب لعب معايا داك السيد نجي نشوف فيديو نسكت، ويجي لعاب اخر يشوف داك الفيديو سكت، ويجي لعاب اخر يشوف داك الفيديو سكت. حتى الواحد حتى الانسان غيوصل لواحد واحد الحاجه اللي ما بقاش انه يتعالج. يعني دابا انه قدر انسان الا كانت شي حاجه يقدر بان يمشي هنا في السبيطار بزاف د الحوايج يتعالج ان شاء الله، تيتعالج ويولي بخير وعلى خير. حنا ما بغيتش نهضر معاكم داكشي اللي كتسمعوا ديال الشيعه وديال هادي، هادشي انا ما كيدخلش ليا الراس، وداكشي ديالو حنا ما كندخلش ليه، وداكشي ديالو حنا خاصنا نعتقوا الانسان ما حدو يلا طيح ماشي تيموت عاد نقولو مسكين راه كان وكان وكان. يعني كنتمنى هذا الفيديو هذا والله العظيم كنتمنى تبارطاجيوه باش يوصل للمسؤولين، وخصوصا رئيس الجامعه سي فوزي القجع باش يشوف من حالات السيد هذا، يديه شي سبيطار ولا يديه شي بلاصه يخليه فين يرتاح باش يرجع العقل ديالو واللي بخير وعلى خير. دابا راه كنشوفو انا نوصل لكم واحد الميساج كيفاش كيشوفو اللعابة. دابا اللعابة كيشوفوه، انا نقدر نشوف الفيديو نقول صافي ونحيد، انت تشوف وانا نشوف والاخر يشوف والاخر يشوف، راه واش انت يعني حنا اللعابه ديال البطوله الوطني ديال المغرب كامل راه بتجربه الخوت، راه واحد ما كيعقل على واحد، كله كيشوف مصلحه ديالو. كاينين واحد الرباعه وكاينين واحد مجموعات كيعرفوا بعضياتهم، يعني الحاجه اللي فيها مصلحه كيمشيو لها، ما يعيطوش انت ولا يعيطوا لواحد اخر لواحد اخر باش يعرف حتى هو هذيك، واش انت يعني كل واحد كيعرف راسه. انا كنتمنى والله العظيم كنتمنى الفيديو تبارطاجيوه وكل شيء يشوفوه باش توصل للناس توصل لهم بلي داك السيد راه دوز الكره ولعب كبير. كنتمنى من الله انه يرجع العقليه ديالو ويرجع كما كان. واخا انا هضر معايا الضيفي وهضر معايا بزاف اللعابه قالوا لي لا راه الهضره راه غير خاويه، قسما بالله على العظيم حنا كنتمنى من الله السيد يولي بخير وعلى خير ويرجع
كإنشاء إطار وطني، هذاك كدوز الكرة ديال بصح ويستافدوا منهم اللعابة، ماشي حنا باش انهم قلوحوا لي الفيديوهات ديالهم بداو نقولوا لا راه واقيلا، لا راه ما كاين لا واقيلا لا والو، خاص الناس وخاص المسؤولين نوضوا على قبل داك السيد باش يولي بخير وعلى خير. حتى دابا انايا دابا ندير هكايا يقولوا الشهر يا جماعه طلع شعره الفوق وقيلا راه تسطى، غيلوحوا الفيديو يقولوا الشهر راه تسطى طلع شعره الفوق راه تسطى. حنا معروفين مع كورونا كاينه وبنادم بارك في دارهم بنادم ما عندهم ما يدار كيبقى غير يهضر ويبقى غير يخرباق ويبقى غير، والله العظيم الا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى، والله هاد الفيديو اللي غتشوفوا ان شاء الله في اليوتيوب كنتمنى من الله باش تبارطاجيو. واكيد ان كنشكر صعصع وكنشكر منير الضيفي والله العظيم لعابه زعما اللي قرابين ليه بزاف وكيبقاو معاه بزاف وكيخرجوا معاه، انا متاكد ان صعصع ديما معاه يعني بحكم التجربه ديالي اللي عشت معاهم في الدفاع الحسين الجديدي، يعني صعصع قريب من رياض الرياحي بزاف. وكنتمنى من الله انه ميبقاوش على صمت، خصنا عاد صعصع الى بان لي ان شي حاجه ماشي هذيك يناشد حتى هو ويهضر على داك السيد باش يرجع كما كان. وهذا هو الميساج ديالي اللي بغيت نوصل لكم.